عايزين يا جماعه نرتقب فكرنا شويه، عايزين بجد لما نناقش قضيه نناقشها بمعلومات حقيقيه، لما تكون إعلامي لكن بلاش نصدر عندك كاعلام مسؤولية. اه طبعا بلاش كاعلام، الكلام ده مش مشجع، من حق المشجع ومن حقنا نجاوبه، لكن لما تكون اعلامي دورك التنوير. لا ودور علاء وحيد اعلامي راجل كبير في الشغلانه، عارف يعني الكلمه بتروح فين، فانت دورك التنوير، خليك صوت من اصوات التهدئه مش الاحتقاد، واللي يخليك صوت من اصوات التهدئه انت مش بتضلل، انت بس تروح للحقيقه وتشرحها وتسيب كل واحد ياخدها بالطريقه اللي تعجبه. وبعدين هو ليه الاهلي والاسماعيلي، ليه الاهلي لعب الاسماعيلي مباراتين في برج العرب؟ يلا وده ما فيهوش عداله. طب هو في عداله ان المصري يلعب ل 34 مباراه في برج العرب؟ ده بيلعب، بيقول لك الاهلي الفريق الوحيد اللي بيلعب الفريق رايح جاي في ملعب واحد، بقول لك المصري بيلعب ل 34 مباراه في برج العرب لاعتبارات امنيه، اشمعنى هنا في الاعتبار الامني اللي فرض نفسه في موضوع المصري مفهوم ومتفهم، وبالنسبه للاهلي ماتشين في برج العرب مع الاسماعيلي كارثه، وتبص تلاقي كله عمال يغذي في هذه السموم لمزيد من الوقيعه، ومحدش عايز يقول انت بتتكلم على ماتشين ما بتتكلمش على 34 مباراه. مش عايز اتكلم على غيره، اتكلم على نفسك، انت بتلعب الماتشين بره زيك، هي دي اهم حاجه. وانا المدار، وعلى فكره الكابتن عماد متعب عضو رابطه الانديه لما سئل على موضوع ملعب الاهلي والاسماعيلي قال كلام مهم جدا. هل في تدخل من الرابطه لحل هذا الامر ام لا؟ هو مفيش مشكله اصلا، هو ايه المشكله؟ انا نفسي افهم بس يا ابراهيم هي فين المشكله؟ ما هي دي النقطه اللي احنا بنطلبها، ان بعد اذن الناس ان هي تساعد. هي النقطه كلها المباراه بقالها سنوات طويله بتتلعب في اسكندريه استاد برج العرب. هو الامن هو اللي طالب مش احنا خالص، يعني الموافقه الامنيه جايه ان المباراه تكون في برج العرب. ويعني علشان نحقق العداله احنا النادي الاهلي كموافقه امنيه هو متوافق له نلعب في القاهره، لكن هنلعب المباراتين في برج العرب كعداله للفرقتين، يعني زي ما نادي الاسماعيلي متضرر هو النادي الاهلي متضرر. ما ميزناش حد عن حد تماما، لكن الموافقه الامنيه جايه على اللعب في برج العرب. الماتشين حاطين النادي الاهلي مباراته الثانيه في الدور الثاني مع نادي الاسماعيلي في برج العرب، فما فيش اي يعني نقطه صغيره تقول ان احنا هنميز حد عن حد. دي نقطه كمان مهمه، يعني لما يكون الاهلي عنده موافقه من ان يلعب في القاهره ويقبل لتحقيق معيار العداله وهو ليس مرغما على هذا انه يلعب الماتشين في برج العرب، يتقال له شكرا، زي برضه السنه اللي فاتت موضوع المحله. يعني انت حليت مشكله المحله، انت كان ممكن جدا تتمسك ها وتقول لا انا ماسك الدوري وخلاص، كانت المشكله هتبقى عند المحله ان هيخرج الماتشين بره، لكن انت برضه مش انت اللي بتستغل الظروف وقبلت انك تلعب المباراه الثانيه. التبديل والمحله شكر الاهلي وشكر الاهلي، وده بيحدث. يعني النهارده الزمالك وامبي مشكله في الملعب، فامبي قال لهم طب زي بعضه لحد ما تحلوا المشكله دي، اعتبروا اعتبروني انا ده ماتشي والماتش جاي ماتشكم. وهي دي الروح التي يجب ان تسود مش الانتهازيه. عايزين نشرح للناس الامور صح عشان ناخد، اذا كان يا جماعه والله الصالح العام ان الجو العام يهدى عشان نستطيع ان نستمتع بكره القدم، لان ما فيش حد عارف يستمتع بيها من كتر التوتر، من كتر التحفيل، من كتر الاحتقان، من كتر زراعه الكره، من كتر الافتراءات، من كتر من كتر من كتر. يعني مساله احنا عندنا حاجه برضو يعني هاجلها، اللي طلع هكر كابتن جمال الغندور هو عمل كده ليه؟ هكلمك على التفاصيل بعديها.